حضرت الشيخ جابر طايع. استاذ اهلا روسي، وسهلا بحضرتك يا فندم. ممكن اهلا. نستوضح الامور؟ وزير الاوقاف طلع قرار بالمعنى ده ولا لا؟ المساله فرقعه اعلاميه، ايه ابعاد الموضوع؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، معك الشيخ جابر طائر يوسف رئيس قطاع الديني بوزارة الأوقاف. أهلا وسهلا، تفضل. أهلا بحضرتك. هو مقترح حقيقة طرحه معالي الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف. وفعلا هذا المقترح إن شاء الله يعني سيكون في حيز التنفيذ في إطار فترة زمنية قريبة جدا. هيكون ايه يا فندم؟ حيز التنفيذ. هو عشان كده وزير الاوقاف هيلتقي بكره الدعاة لعرض المقترح ده عليهم واخذ رايهم قبل ما يصدر بشكل رسمي، ولا ملوش علاقه؟ ان شاء الله غدا في لقاء مع الساده وكلاء الوزراء على مستوى المديريات الاقليميه 27 مديريه في المحافظات. هيلتقوا بديوان الوزاره لمناقشه بعض الموضوعات. احد هذه الموضوعات هو الخطبه المكتوبه، وليس كل الموضوعات، ولكن هو احد أربع موضوعات سيتناولها معالي الدكتور الوزير مع السادة وكلاء الوزارة في الوزارة. طب ممكن نفهم طبيعة المقترح ده؟ يعني إيه خطبة مكتوبة؟ وهتعد إزاي؟ وهتعتمد على أي أساس؟ وإيه الإطار اللي هينظم المسألة؟ هو خطة مكتوبة، يعني إحنا دائما في خطاب موحد على مستوى الجمهورية، موضوع موحد. موضوع ومكتوب، موضوع ومكتوب بعناصره ومواده، وجميع الكلمات اللي بتقال في خطبة الجمعة بتنزل على موقع أوقاف أونلاين. يعني قبل يوم السبت أو الأحد بيكون موضوع نزل ويتعمم على مستوى الجمهورية. موضوع خطبة موحدة، ده منذ 3 سنوات، منذ أن تولى الدكتور محمد مختار جمعة وزارة الأوقاف. طيب. وبيكتب وبيلتزم به الجميع. اما كونه يقرا مكتوبا، ايوه، يعني هيبقى يبقى ماسك الورقه اللي فيها الخطبه ويقراها ويلتزم بيها حرفيا. يقراها ويلتزم بها حرفيا على المنبر. ده الجديد، ده المقترح. نعم. تمام. طيب، ده يعني تقييد للدعاء، يعني برضو ممكن يكون في مساحة يعني للارتجال، يعني التجاوب مع المصلين، يعني برضو المسألة هتبقى ازاي؟ خطبة الجمعة ليست مناقشة عشان يكون فيها تجاوب ولا أخذ ولا رد، بل أن خطبة الجمعة الجميع يستمع، ولو تحدث أحدهم أو تكلم أو مس الحصى أو فيعتبر لغى، ومن لغى فلا جمعة له. خطبة الجمعة هي موعظة يلقيها خطيب المسجد أو إمام المسجد على المنبر، يستمع له الجميع. قد حددت بثلث ساعة على مستوى الجمهورية، بعض الناس يلتزم بالثلث والبعض الآخر يتجاوز ساعة والساعة والربع. هذه الخطبة ستكون يعني لا تقييد فيها، ولكن هي تعتبر ضبط للخطاب الديني. إن عمل بهذا المقترح ونفذ ولاقى قبول لدى السادة وكلاء الوزارة والجميع، نحن ندرس حتى الآن، ولكن إن شاء الله حيكون في حيز التنفيذ. طب وفي الدراسة بقى، في حالة عدم التزام الخطيب بالمسألة أو بالقرار ده، يبقى إيه العقوبة أو إيه الجزاء؟ لا، هو فيش حد من الأئمة يعني لو بيلتزم. إحنا لما قلنا خطبة موحدة الجميع التزموا ولله الحمد، الذي لم يلتزم كان بس يعني حضرتك عندك في اصلا من الاساس عدم التزام من بعض الدعاة السلفيين بمساله اعتلاء المنابر من الاساس، يعني بيعتلوا المنابر بدون تصريح، وعارفه انه بيبقى في خطوات، وفي بعض الاحيان يعني بيبقى في غض الطرف عن المساله، فازاي هتلزموهم بالاساس بالمساله دي في حين ان الالتزام بعدم اعتلاء المنابر لو ما خدوش تصريح ده مش موجود على الارض؟ وجبت منين سيادتك غض الطرف عن هذه المسألة وتحرير المحاضر ولم تقرأ في طبعا يا فندم في وقائع، في أنا قلت في حالات بيحصل فيها جزاء وعقوبة وبحاضر، وفي حالات خاصة المساجد الأهلية الغير تابعة للوزارة اللي ما عليهاش رقابة بيحصل فيها هذه التجاوزات، وده برضو منشور في الصحف.
يا أستاذة لبنى، اتفضل يا فندم. أنا دائما أسمع برامجك وأنت موضوعية في حديثك دائما، غض الطرف، هذه لم نغض الطرف بتاتا. في مساجد أهلية، مفيش حاجة اسمها مساجد أهلية ومساجد حكومية، الجميع مساجد تحت سيطرة وزارة الأوقاف. زمان كان كلمة مساجد أهلية نعم، إنه يبني مسجد ويبقى تحت سيطرته، والزاوية تبقى تحت بيته وتبقى ملكه وتحته ويتحكم فيها ويجيب لها خطيب. هذا الكلام انتهى تماما، أو يعني قد يكون أكثر من 90 95% تحت السيطرة، ولا يوجد مساجد اسمها أهلية وملك أصحابها وهم اللي يجيبوا الخطيب. هذه مسألة يعني الوزارة لها 3 سنوات تعمل على هذا الإطار. وعلى الطرف الآخر، فضيلة الشيخ محمد عثمان البستويسي عندك أحد الزملاء والأئمة النشطاء، نعم، يعرف هذا تماما جيدا. نحن ساعين وماضين في مسألة جميع المساجد تكون تحت وزارة نتمنى الأوقاف، بالضبط أن تكون جميع مساجد الجمهورية تحت رقابة وإشراف نعم. وزارة وأي الأوقاف. واحد، أي واحد يتجاوز ويطلع المنبر، سواء له أي فكر آخر غير وزارة الأوقاف والفكر الوسطي والمرخص له من وزارة الأوقاف، بغض النظر عن انتمائه، هذه مسألة الانتماءات السياسية لا نحددها احنا كوزارة أوقاف. نعم. أنا أحدد وأتعامل معه، أنت خطيب مرخص لك أم أنت غير مرخص لك؟ يطلع هو سلفي، يطلع خلفي، يطلع تركي، يطلع، دي مسألة ما ليس لها معيار عندنا. احنا المعيار الوحيد عندنا مرخص لك أم غير مرخص، والمرخص له هو صاحب الفكر الوسطي. حتى ياسر برهامي الذي تتحدثون عنه ودائما يتحدثون عنه، صاحب بيحصل على رخصة شهريا تجدد، يعني الرخصة بتكون سنة، لا احنا بندي له رخصة شهريا، إذا تجاوز أحد في خطابه أو تحدث أو صعد المنبر دون أن يعني إذن، أو تجاوز لم يخرج مثلا خطب في مكان آخر غير مسجد الخلفاء الراشدين المحدد له في مدينة الإسكندرية، فيحرر له محضر على الفور. تمام. فما عندناش احنا افكار اخرى او اتجاهات اخرى، ولكن مفهوم نتعامل يا فندم. مع معيار واحد. مفهوم، شكرا للتوضيح. فضيلة الشيخ جابر طايع، وكيل وزارة الأوقاف لشؤون المساجد.